السلام عليكم ورحمة الله، صبحكم الله بالخير. إذا بتشاهد في الفيديو بالصباح اللي هو جونايدين باللغة التركية وإيك شملار باللغة التركية اللي هي مساكم الله بالخير باللغة العربية. معكم دكتور كوي من كوين انترناشونال جروب، فيديو تحديد الفائز في مسابقتنا إن شاء الله. كنت في الماركت مقابلة مع واحد من الأطباء، شربنا كوفي، وبعد ما فات أخذت الأسامي كلها وطلعت في الماركت، قلت أشوف أقرب واحد أو أقرب واحدة وتختار لنا الاسم. انا عملتها بالطريقه التقليديه، فدي هي الطريقه، يعني كتبت الاسامي بالطريقه دي على اساس انه اقرب واحد او اقرب واحده، فجات واحده واختارت لنا اسم الفائز. في مسابقات كثيره جدا جدا في الايام الجايه، فخليك مشترك في القناه وكلم اصحابك وكلم اهلك خليهم يشتركوا في القناه. ان شاء الله قريب جدا جدا حيكون في مسابقه ثانيه ان شاء الله. الفائزه او الفائز معنا، شوف الزول الجاي دي، قول له لا اختار لنا. Excuse me, I have a competition. I'm a YouTuber. Okay. I need to select a name. Okay. So I need you to pick up one of this paper and tell me the name. Tell me the name? Yeah, from here. Kon? Iman Ahmad. Just show it to me in camera, please. الفائزة معانا في المسابقة إيمان أحمد، فدي اختارت لكم. Do you mind if I put it in, if I upload it in my no, channel? No, no. No problem? Yeah. Okay. Thank you. Okay. Thank you very much. Okay. دي بقية الأوراق. الفائزة معانا إيمة. ألف 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 مبروك يا إيمة أحمد، فزت معانا بخاتم من الذهب الخالص مقدم من كوين انترناشونال جروب إن شاء الله. أنا ما لسه الأوراق موجودة عندي هنا، دي ما رميتها، لانه ايما عندك 10 ايام تتواصلي معنا عن طريق الواتساب من تاريخ نزول الفيديو. اتواصلي معنا عبر الواتساب. اذا ما تواصلتي معنا في خلال العشرة ايام دي ان شاء الله حنعمل فرز جديد، والاوراق هي موجوده يعني هنا. خليك مشترك في مسابقات جايه كمان، عسى ولعل تفوز انت او يفوز واحد من اهلك او من اصحابك ان شاء الله. فكلم اهلك، كلم اصحابك، اعمل شير للفيديو، خلي الناس تشترك، عسى ولعل واحد منكم يفوز ان شاء الله. وحظ اوفر لجميع المتسابقين ان شاء الله. ادعمونا باللايك وبالشير وجزاكم الله كل خير ان شاء الله. الف الف مبروك ايما احمد، فزت معنا بخاتم من الذهب الخالص ان شاء الله. في الايام الجايه حننزل فيديوهات عن الدراسه في الهند، حننزل فيديوهات عن العلاج في الهند والمستشفيات والاطباء ان شاء الله. بالنسبه لفيديوهات السياحه الترفيهيه حننتظر فتره ثانيه ان شاء الله، لانه لسه كورونا وما كورونا فما في سياحه حاليا في العالم اكيد، يعني بسبب كورونا والجائحة الحاصلة دي يعني. فشكرا لكم وشكرا للدعم بتاعكم، وألف ألف ألف مبروك إيما أحمد، فزت معنا بخاتم من الذهب الخالص. كنت معاكم أنا دكتور كوين من كوين انترناشونال جروب.